الريشه الله يعاوني ويعاون سيدي. ما حدا ما نديرو بهذا المجلس، نمشي نعطيو الصلاحيه غير للموظفين يستمروا ولا غير على انه نطالب من ممكن صاحب الجلاله على مستوى الاقليم باش يتحرك ولا يجي ينزل الميدان يجلس مع الساكنه. راه عباد الله ما بقاوش هنا، راه 21000 زياره تلقى 21000 اللي هاجر هاجر، اللي في اوروبا ما بقاوش يجيو يروحوا. يعني كان في الصيف الا كنتوا لاحظوا المركز، حنا كنا صغارين كنا في المركز في المرحله ديال الصيف ما تلقاش فين تجلس من الاخوان ديال الجلاله، ابقى كيجي حتى واحد علام غادي يجي. اذن الاخوان يعني المزيد من الصمود، مزيد من النضال، يعني اشكركم جزيل الشكر، يعني خطوه صحيحه الى الامام، يعني واستغفر الله والسلام عليكم. هذه اخواني خصني واتسلم، خصني واتسلم الى المدير الاقليمي ناظور، روحوا خاص ازيد من 20 واحد. اتفقت على اساس انه يخرج الاداره العموميه، اعتقد مره الاداره العموميه كل الجماعه فقط تستقصي مره واللي بوذت الطاغ ودابا انت بوذت الناس. النهار وانت خرجت المدير الاقليمي غتحمل المسؤوليه ديال المدير الاقليمي، اللي غادي تستقصي فيه مره هو تستقصي شرا هكذا يبان شنو كاين في افريقيا. كاين في افريقيا خاصك تنقص الصوت مره، هكذا تبان العامله هكذا الشارع مطلايا مره الشعب. ملا سوفوا الاداره العموميه غتستقصي مره، ملا العامل وحلتوها نغ من الخزنه وحلتوها نغ القيد وحلتوها خاصك تراقصي. ملا قليل الحل موجود، انت خارج المجلس ولد الماضي يخلص غادي تسخ العقده غنمكن غادي تديك المواطنين غادي تسخ العقده غادي المجلس وغاتكون فرق غادي كان شي حال تجمع لي الشارع غنشع الشوارع عندنا. ماشي تتا نهار المسؤولين السيد العامل اللي دخل ديال النقطه يونيتا ملا وليد دخله غتوقع كارثه. لقاش النص دغات ثلاثة يوم ورا السيد العامل وراه خصني تجبد شرا. حتى السيد العامل غادي يدخل، نعاود هو نغ مرة مهندين الحال، مرة مهندين الحال تسلمت مرة، ولا يقيموا ولا نجوا، نهار المغرب لقاش مين غادي يمشي للمغرب، المغرب ولا غادي والو، ولا غادي يدير خدمة، ولا غنغدوها، ولا نغريها، نهار واحد نمضي البحر ولا ولا ما يدير تعيش كارثة. بيت اغسل 40 حرام بها الدرس نبدا نبدا نلتقى في غيال كذا شي ما تلو قيت وين نهار توك الغرف ودي راح عاد مزيان ما يمي يبقى شي انا حان بها سي شي ما تغد في المورتونيتا ورنو في الخدمه ورنو في العنوان وفي الدواء ورنو في صبوري ما مي دغ غادي تمشي نهارو حتى جميع المسؤولين جميع المسؤولين يعني تحمل المسؤوليه انت هذا الدخل الاداري. واش كان هو النور ماكس بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أول وقبل نشكر الإخوان، نشكر أصحاب الغيرة، نشكر أصحاب الوطنية يقلبن النداء الملاقية التي إن شاء الله الطلب زين المسؤولين. اولا توجه نداء للسيد عامل اقليم الناظور، توجه نداء للسيد القائد قبيله كبدانه، توجه نداء المسؤولين بصفه عامه. اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. الشعب ذي الترام عباد الله، امحضان ذي الترام، يوجيرن ذي الترام، اربع شهور الشندكور ذي الترام، قريه قريه تارك ما تعمر زكيتان وهاد الكواد ديال التراب غا ما تعيش ندخل كزين حاشاكم. وين غنسول؟ وين نقل الموقف؟ فين هو غنقل الموقف اللي حجاني من الصيانة؟ طحن ديال التراب عباد الله. غنتوجه النداء للسيد عامل اقليم الناظور، يا سيد عامل اقليم الناظور انقذ الموقف، يا سيد عامل اقليم الناظور انقذ الموقف، شوف لهاد الشعب، اشوف لهاد الشعب. ربيوا النداء ديال صاحب الجلاله الحسن الثاني الله يرحمه 27 مايو 1977 ماذا قال؟ قال ان مجتاح المغرب من مشاكل الدول القرون التي عاشها كدوله الا واسميها مؤامره الصمت والكتمان. مره نسقار، مره نخزر المنكر نسقار، مره المنكر عباد الله وزمان غير المنكر حتى سوق موب قد وين المشاكل سقار ويسقار ويسقار وغيسول وغيسول دابا تنيدي المسؤولين. نتوجه النداء للمسؤولين الله يهديهم، خصمو الفتنه، شو هاد نصيبو غا الفتنه،
واد نسيبو غير الرجاء غير الضجيج واد نسيبو غير الصداع نقال اللهم إن هذا ملك الشعب خان غير تفوت قوايق كمشا غير قطعا حتى تفوت حتى يامان إذا خدقا الحالة حتى يامان أخاف قاضي الخطر توجه النداء إلى رئيس المجلس القرار والله السيد برجن بكاي الله يجازيه بخير السيد الرئيس أدير مجهود النش السيد القائد دير المجهود ديالك السيد العامل دير المجهود ديالك المسؤولين ديروا المجهود ديالكم رقدوا الموقف ما بغينا بون فتنة راه المواطن راه المواطن وصلت له العظم راه إلا شعلات ما كانش فيها ما بغينا بون الشعيل ما بغينا بون الشعيل بغينا نحتفظوا على أرض الوطن بغينا نحتفظوا على المقاومة ديالنا بغينا نحتفظوا على النظام ديالنا جدودنا قاوموا جاهدوا وكافحوا من أجل الاستقلال إوا حنا نقضوا هذا الموقف سلمي الله يحمكم هو الوالدين والسلام عليكم ورحمة الله وشكرا لإخوان المارق وشكرا لإخوان المارق وتلوم الإخوان 17,000 مسجل للوائل الانتخابية 17,000 30,000 نسمة أقل مجموعة المناضلين اللي حضر الله يجزيهم بخير الله يكثر خيركم ويخلف عليكم غيرت المنكر واخا غاتو بالدير غير فوارج غير بدا تسرد بعدا وتلوم يني قيم دي ثودري نسل ربي بغا يختم ديال نقاص الكروان كان ديال نقاص مسؤوليه مسؤولين الكروان لا كل واحد يتحمل مسؤوليه انت والله يعاونكم الله يجازيكم بخير شكرا شكرا اللي غادي يدخل واخا غير انشري نقطه مغنيه الكارثه يعني سواء من جنس السن ازيد من 10 سنين ولا 15 عام سواء من تراجع المشاريع مارشيكا رقص في المشاريع يعني مارشيكا فقاش طاح ميتغاس مارشيكا غنستخدمو شي شحال من الف مواطن تستخدم نهار وقعوا البشر على مارشيكا من عندنا غتعيش لي طلاب نهار وقعت تعيش لي طلاب مي فانشي انا غير فان الغنى مارشيكا مارشيكا بومبيات كبر البلايف ديال 1000 بومبيات غتزبديخ في الناس غتحمل المسؤولية حتى مارشيكا ماشي غير العامل واه غتحمل المسؤولية حتى مارشيكا راه خاصنا نسرق بومبيات في كاد كبر البلايا غنمشي نحل الحلاق الحلاق موجود الحلاق موجود غنسرق سندي ديال البلايات غنكنت بومبيات وريت البوسفا نعم سيدي راه تظلي للاقتصاد نهار ونعم سيدي اللي غير المشاريع تخرج من مارشيكا غتكون الجزائر زرات الاقتصاد ديالو غرب واقف كاكول غتجيزان بالله العظيم من نهار ومن لك جورد جورد دايت انا كديل في افتبالني في الشارع دي الشارع اش غوشي تولي ولا دي نهار وقت غن غندي طلع اش غنبدع على دي الفاو اش غنبدع على دي الفاو ونصيبو دي طلع اللهم الا هذا الملك انا فون نقطه من الناس اللي تكون بخير نشكرك ني واتاس ونحسن كيج المسيره ديال الدوره في قريه ملي قبل الخطر نوض غنكيج الدوره في قريه غنكمل في الصحه القريه ذلك باش يولان يعني غير الا خلينا غنغسل نسن اني غير شي حاجه بحال بحال طارت مني غير الكواليس بسم الله نديروها يلا
علينا وحشينا وحشينا علينا راه من حقنا علينا راه من حقنا علينا راه من حقنا على جينا وعلى جينا علينا راه من حقنا على جينا وعلى جينا يعني غير خوزينو نتاعات يعني قتلوا ورمان يعني بس ما يدرس الجيم لغلا يعني قتل الجيم لغلا تحمل هورتي تقول هذي الجن قد تشكرك اني ورطاس في الملقاي وكيف الجيم ذانيتا ومن حقنا من حقنا ماشي نشينا قوار ليغ دولا يجن ويليغ دولا يجن نشين نهارو تقال الإنارة العمومية غدا خشنا نيوزي ثاو نهارو الله يجازيكم بخير أقد وسيم تقدم المجهود تشكرك اني ورطاس أقانو كشيج لبعض الموسان المسؤول يصلوا شوي الوقت أما لا رينا نغتل ثاو تبارك الله بلا ورد اختي دارينا قنف غار يا صامغار يا قزين راه البارد يا قزين يا قزين اقا يعني قنسول خلخلو عاد اقا يطان شينا نغي الفن غينانا النهار الله يجازيكم بخير تتزيوم احمد ام غان علم الله يرحم لكم الوالدين على نور كاسي النهار النهار انا بس نقدر نشكركني واتصق عجبان غير الحاجه ما دوب لي الصراحه نشكركني واتاس غتكون قاسي ونقاو تفون وتفون وتفون ولكن هيهات هيهات يقول ان شاء الله مره من صغيره مره من من المره نهار المجلس ومره من الليل التعاون بزاف خاصكم بيان القناه نشكركني ونشكرك قران نتمنى الزيوم ان شاء الله من الاول غدار نبوسا مستقبلنا كنقات وعدك اليوم بالله العظيم اذا ما فقدار يا صام غاز راح ندير هذا غادي نحضرك وتمديش الوقت ان شاء الله هذه اللي مناسب هذه اللي غادي تكون نحضر نصفر تمارين افضل عن فوق مره نشكرك اني وطاس ونتمنى يعني سيودا مره واني غير شي حاجه كل نص نهار وثاني تا هذه الفاتيني قام ماشي غير ثلاث واحد انا غنقول هذو فرا غنساو نختحت غنساو نختحت التعليم التعليم الاولي التعليم الاولي عباد الله حنا شي غاس اربع سنين خصها نصغر ونوقف مين غناوي نهار المديرة الإقليمية غير تبنم المديرة الإقليمية شخصيا روح غير شخصيا ثواعديين عام سيدي خرج القسم التعليم الأولي الصغار الصغار والنق نهار يهدم دخسور في ماهن غير الصغار والتعليم الأولي والنيخي وشرخي طاب المالك
وني خيوش الخطاب الملك قدام الصغار وانا غير حنجاني مزيان التعليم الاول للمحو الاميه الهادو قالت المديره الاقليميه روح غسان عبد ربي شخصيا الساعات الاشتراكي خصي غاسو يفوق وهو عدي هنايا نعم سيدي اقا شي التليفون شي لا غير اقا عاد نتلا غاد الاخو شهرين يقعدون المربيه شهرين شي نتتاد خيوذان نتتاد خيوذان تخلصيت باش نطفي المربيه غير صغار نتاع وانغ نهارون في المريخ غنصغر التعقم التعليم الاولي غنشجع الدوله نهار هو نقص في المره اللي غيا تلقى في المره وفاهم هو فاهم نهار هو خص بوست على الورصه نهار ودي 60 درهم يوم حضر تخلصنا زانون دانون ما صغار ايش دانوني النهار اللهم ان هذا منكر المسؤول العامل وهاني غنمشي المجلس نغ القاي السوارق الحكومه مره وني غنشل المسؤوليه يخصاتي مشانس وني غير لا شل الحاجه شي بون سادي فاتين جا اكثر من دافور بس شوف بسم الله الرحمن الرحيم مجهز النداءي مدير وكاله مارتشي كاميد اختصني بان وكاله مارتشي كاميد مشروع ملكي شحال شي درجه مشاريع ملكيه شحال شي درجه مشاريع استثماريه يا عمي قشوي سيدنا يستثمر وكاله مارتشي كاميد من اجل انقاذ المنطقه من اجل انقاذ السكينه من اجل انقاذ الشباب في 10 سنين شي نترى يكون خير يكون خير يكون خير الى متى هذا الخير الشباب ما راه هجر طلب ما راه تجارة تموت الاقتصاد يموت نحونا باللعن تيولا السيزيان دراجة الاستثمار إلى متى هذا الاستثمار القرص للمسؤولين من مارتشيكا ما تنقلش المشاريع هذا سنة زي سمدان بعد غير تفرحني يودان هذا سنة قلي خد من غير تفرحني يودان قرخوا الأمل نقطع الأمل مواطنين فقد الأمل إنه فقد الأمل الشباب فقد الأمل قوة جيبوش أنت الداد والإسار مع 50 الشباب اللي هو نرجع الاجازه غاس الاجازه غاس ونرجع الدبلوم غاس الدبلوم ما لي غنخدم انا اللي جا المشاريع وسنت تولى العقار انا شاو من العقار وتبدا في المشاريع الى متى هاد المشاريع الى متى يا ابويا واش النداي النداي مدير وكاله مارشيكا السيزارو الله يكثر خيركم يخدم عليك السيزارو راح تغار منطقه راح تغار منطقه راح تغار منطقه راح تغار السكينه ما مش تعيش ما غاومش البراني جا في بلاد الزيتون ما غاومش المشاريع في بلاد الزيتون ما غاومش الجم المواطنين هذا الكد زارو رزاق المشروع زارو غير ريح ولا مين غدافع حتى خزارو زارو قاش ودي في هذا بو خزارو زارو لا زارو ايش مافيا يوسف هذه شي بوري هذه زوزي مورا وارد الله زارو لا انت قنيداي وكاله مارتشيكا هدافع مداخلة وزارو سعادة زارو زارو تشمل مخن السوار مخن السوار اوه زارو دفع زارو زارو شنو دفع زارو قواريني لا مارتشيكا لا ديش نحشر لا شي قرار مارتشيكا الوقت قصر الانارة مارتشيكا قوم العربون دي التعاوني اشوف ما حواري دوس اقتلع سلسيلو الله يرحم الوالدين لسا تعليش نحش دي عشرة وسي المالي سيسكا خلع انا ما سيدي سيرا دي وغل قتب مكسن واما السلام عليكم تحية نظامية لجميع الحضور كنا حضر ذلك يا اخوان شوي نواصل نحن 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 ن
زري باش السيد داك السواق نهارو يوسد القريه اللي قيام بويا مو بغا يدير فيديغاتين ما يدغاتين باش زري خداري تي قاعد تنجر من السا سمحايا شر مره تروا نشوف دير نهارو نوز ندافع على الاناره العموميه ودي في اخي شنو عرفت من اللي وتحياتي برافو السلام عليكم برافو ايش راه مشيت على الماء صافي انا راه ملي غنسيو صافي انا راه مشيت على الشنو الله يجازيكم بخير نشكر السيد خالد الكلمة نس نشي النهار ونوعد يودان على أساس أنه أنسيو الإنارة العمومية في حالة ما يعني ما يفقش أن يجي جلابريد نقيت تيد هو النس وقاول لي بوقا نتاول سنقع مالي صح فهمت النهارو نشينا قانوس الدانيتا أنوجهيني المسؤولين بإنما قطع عن خنقفة الإنارة العمومية قطع عن خنقفة أزيد من أربع شهور أقام مرة قبيلة كبدانا قاول لي نشينوها نتتار المسؤولين دخلنا نقدر الإنارة العمومية الله يجازيكم بخير الاخو حسين دعم سيدي الله يستر خيركم ويخلف عليكم الاخو ان شاء الله اقل فرق مع سيدي لا 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 خيونيتا نشكرك ني واتاس وني خصنا كي كنغي مستمع الجماعه غنكمل المسيره النق انا حكون جرح الاخ خامس الله يرحم الوالدين وشكرا الله على سيف هو المدير. المدير؟